التكريم في مهرجان الكاسوليك 71. عايزك تكلمنا عن تكريم حضرتك النهارده. مبسوط طبعا جدا من التكريم، لان يعني الجائزه من قيمه اللي بيديها المركز الكاثوليكي، واول مهرجان في المنطقه العربيه كلها سنه 1953. ويعتبر دايما بقول هناك المؤسسات الدينيه بينها وبين الفن عداء، معظم المؤسسات الدينيه. المركز الوحيد الذي يعلم قيمه الفن ويكرمه ومن زمان هو المركز الكاثوليكي. فانا لما بيجي لي الجائزه من مركز كاثوليكي ببقى سعيد، وانا كنت بقول ان انا كنت منتظر هذه الجائزة وجات لي السنة دي، فأنا سعيد بيها، اتكرمت في كل حتة. بس المركز تحديدا لقيمته، ولأنه هو اللي ابتدى فكرة تكريم الفن وهو مكان كاثوليكي ديني، ده بالنسبة لي حاجة لها قيمة كبيرة جدا، فرحان بها. كمان تكريم فاتن عامل حربي في طبعا فاتن عمل حربي كمسلسل عدل جروب ونيلي كريم، طبعا حاجه شيء يضاف ليا بشكل عام اللي هي العدل جروب، غير تكريم انا بشكل خاص. ما ينفعش ما نتكلمش عن الريحه العدل جروب في رمضان اللي فات، كل اعمال عدل جروب. عايزين نتكلم على جميل، عايزين نتكلم على عمله نادر، عايزين نتكلم على كل اعمال عدل جروب. اتكلم اسالني وانا اتكلم. خلينا نتكلم عن مسلسل عمله نادر، يعني حاجه جديد لأحمد عيسى. الحمد لله. طبعا القضية اللي بيناقشها قضية مهمة، قضية ميراث المرأة في الصعيد، وهي توطيع للكلام عن حقوق المرأة عموما، المرأة العربية والمرأة المصرية والمرأة في الصعيد اللي هي دايما مهدرة الحق. فنيلي كريم عملت عمل عظيم، العدل جروب، أستاذ جمال العدل عمل شيء هايل، أستاذ مندو العدل كان في قمة النضج الفني والفهم، كل الممثلين كانوا على مستوى عظيم جدا جدا جدا. وأهم مننا كلنا هذا النجاح الجماهيري اللي هو بيعنينا في الاول وفي الاخر، انت لما بتقدم رساله بيبقى نفسك كل الناس تشوفها. فالنجاح الجماهيري ده بيضيف لينا، بيحسسنا احنا ماشيين لقدام، وكما هو الحال حصل مع جميله وحصل مع الف الحمد لله على السلامه. فمتشكرين للجمهور الاول والانباء، متشكرين للعبد جروب. شكرا لكم. بالاخص كان لي على الناس يعني طبعا خاص صعيدي وصعيديه كمان بتدافع عن مش من الصعيد، واول مره اكتب مسلسل صعيدي، فده يحتاج مجهود غير عادي من الكتابه والبحث، مقابله ناس صعايده. انا بحب صعايده جدا، وبحس ان هم الناس عندهم حماس في طرح افكارهم وفي طرح مشاعرهم، فده كان الحافز بالنسبه لي. ما فيش حد بخل في اي حاجه. المكان اللي كنا بنصور فيه مكان صعب جدا، ده ديكور طبعا لعبد جروب اللي بنياه. اختيار الاستاذ مندو للممثلين كان في منتهى النضج، الواقعيه السحريه اللي هو عملها والإحساسنا الكابوسي بما تعانيه نادرة، لكن شيء كله يدوم مع النضج غير عادي في التصوير. وفي يعني في الأول وفي الآخر المجهود ده لما لقى صدى عند الجمهور، وابتدى المركز القومي للمرأة يغرم الناس اللي ما بيبرصوش المرأة، ده بداية لتغيير القوانين، ده شيء يسعدنا ويقولون ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح. متوقع أحمد عيد لو فاجأك في المسلسل؟ هو أحمد عيد كان اختيار الأستاذ محمد جمال العدل، والحقيقة هو أكتر واحد كان مؤمن بيه أكتر جايز مننا أنا والأستاذ جمال، لكن مع أول مشهد أنا اتفرجت عليه هناك أمنت إنه هيبقى مفاجأة السنة دي، هو فعلا مفاجأة السنة دي. أشكركم جميعا.